السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنشرح بإذن الله الرسم التجميعي للبيستون والكونكتنج رود. دي المنظومة اللي هي موجودة في محركات الاحتراق الداخلي، قايمة على فكرة تحويل الحركة الخطية لحركة دورانية. الحركة الخطية بتحصل بسبب الحرق اللي بيبقى موجود في البيستون. بعد ما بيحصل الحرق، فالمفروض إن البيستون بياخد حركة خطية في الاتجاه اللي فوق والاتجاه اللي تحت، اللي التوب ديد سنتر والبوتوم ديد سنتر، وبناء عليه بتحصل عملية الدوران للكونكتنج رود، وبالتالي العربية بتبدأ تمشي. كان المفروض في فيديوهات موجودة قبل كده رفعناها بتتكلم على إن إحنا إزاي بنفهم موضوع الحركة الترددية لحركة دورانية. طيب، الأجزاء اللي عندنا لو جينا بصينا للرسمة دي نشوف، هو دي عبارة عن ميكانيكال باور ترانسميشن. عندنا كام؟ عندنا 7 أجزاء موجودين هنا قدامنا. الجزء الاول بيسميه كاستنج ستيل بيستون نمبر اوف 1، يعني عندنا قطعه واحده ليه ومديك ليه 3 مساقط، وطبعا هما ال3 مساقط اللي مديهم لك هنا قطعات ليه. طيب، القطعه رقم 2 هي الكونكتنج رود بتاعتنا. المفروض القطعه رقم 3 البش. هنفهم كل خطوه، كل قطعه منهم على حده، هنعرف ازاي تقدر تستنتج المساقط التانية ليها. طبعا احنا زي ما اتفقنا قبل كده ان مش كل الاشكال لازم يديها ال3 مساقط، يعني الاشكال الصعبه هو اللي بيديها ال3 مساقط عشان تقدر انت تستنتج 3D بتاعها، لكن دايما بيبقى ممكن يديك مسقطين وانت بتفترض التالت، زي الحاله اللي هي موجوده عندنا هنا في القطعه رقم 5 اللي موجود منها 2، يعني الشكل اللي قدامنا ده مدينا منه مسقطين اهم. ادي مسقط اهو، انا بتكلم على النقطه دي اللي هي القطعه رقم 5. قطعه رقم 5 ادينا منها مسقطين. ادي ان لو نعتبر ان ده الاليفيشن وده البلان، ده عبارة عن نص دايرة واخد فيها قطاع، وهنا مديك البلان كامل عشان تقدر تتخيل الشكل بتاعك. طب لو هنبص للقطعة رقم 5 دي كده اهو، اللي هي المفروض موجودة هنا عندنا في الكونكتنج رود اللي هي دي، تعالى كده نبص عليها على جنب لوحديها. ادي القطعة رقم 5، ده المنظر بتاعها اهو، ده الشكل 3D، هو موافق تقريبا للي موجود عندي هنا في الرسمه 2D اللي انت المفروض تطلع منها الرسم المجمع. لو بصينا لها من فوق هنلاقي فيه ثقب هنا قطره 5 مللي، اللي هو قطر ثقب التزييد اهو، زي ما هو واضح عندك هنا فين في البي دي اف، وده 3D بتاعه. طيب، يبقى دولت المسقطين بتوعتي. طب لو بصيت للجزء اللي موجود فوق عندي عشان اشوف منظر القطاع بالطريقه دي هيبقى عامل ازاي، ده جميل اهو. لو جينا خدنا هنا قطاع عكسي اهو، دي النقطة المتهشرة وده التوب اللي موجود عندك. لو انت خدت القطاع بالظبط اللي هو موجود في الرسم اللي ظاهر قدامك، نلغي القطاع عشان نتعامل مع الشكل كامل. نبص، يبقى دي القطعة رقم 5. في فروق ما بين الشكل ال 3D اللي انا رسمته هنا وال 2D اللي مطلوب منك، بس الفرق مش كبير، يعني هي تفاصيل بسيطة لكن هي نفس فكرة التجميع في النهاية. طيب، لو هنبص على الشكل ال 3D عشان نفهم هو بيشغال ازاي، ده البيستون اللي هو الجزء ده اللي هو لونه اللي انا علمت عليه دلوقتي. لو جيت بصيت عليه في البي دي اف اللي هو القطعة رقم 1 اللي هو الكاست ستيل بيستون، هو مديك هنا 3 مساقط، مديك البلان، مديك اسف الاليفيشن والبلان والسايد فيو، فيهم قطاعات عشان يقدر يوضحه لك اكتر. تعالوا نبص كده على الشكل ده لوحده هنا في الشكل المجسم اهو. نمسك البيستون كده لوحدي لان في حاجات عندنا هنا متضافه، اللي هي الشنابر اللي بتمنع دخول الزيت لاوضه الاحتراق ودخول الاحتراق لمكان الزيت برضو، ان لو حصلت حاجه زي كده ده بنعتبره اللي هو التفويت في الموتور. يعني ادي البيستون بتاعي. انت طبعا مش مطلوب منك في الشيت بتاعك ان انت ترسم حاجه 3D، هو المفترض ان انت من المساقه دي تحاول تعمل التجميعه، ومطلوب منك ان انت ترسم مسقطين اليفيشن وبلان على حسب الترتيب اللي ان شاء الله هتطلب منك في اخر الشيت. طيب، لو بصينا للشكل كده اهو هتلاقي ان انت صعب انه يديك مسقطين وتقدر تتخيل منهم التالت، فهو اداك ال3 مساقط كاملين واداك كمان منهم قطعات. لو راجعت معايا هنا تاني، انا بتكلم دلوقتي على الايه، على الشكل ده اللي هو الشكل رقم 1. فلو جينا بصينا هنا كده اهو للمساقط الموجودة عندي، لو هبص من الاتجاه ده عشان اشوف البلان عندي ظاهر ازاي اهو، ودي الاماكن اللي هي بيحصل فيها المفروض الاحتكاك مع الهواء عشان تزود الضغط بتاعه والحرق بتاعك يطلع مظبوط.
طيب لو جينا بصينا من المسقط التاني اللي هنا اهو، هو ده المسقط التاني عندي. طيب والمسقط العكسي بتاعه هو هو بس الناحية التانية. طب لو انا هاخد قطاع، ناخد قطاع كده اهو، ده المنظر اللي هو يشبهه اللي باين عندك في الجزء اللي فوق اللي هو الجزء ده، تمام. لو انا عكست القطاع وبصيت الناحية التانية، بصيت على الشكل من هنا، خط القطاع عكسي اهو، هيبان عندك مكان الدايرة اللي هيثبت فيها الكونكتنج رود، المكان اللي هنثبت فيه الكونكتنج رود الدايرتين، اللي هو نفس المنظر اللي موجود عندك في البي دي اف، بس المسقط اللي تحت اللي هو المسقط بتاع البلان تقريبا يشبه نفس المنظر اللي موجود عندي. طيب التجميع عشان نبدأ نجمع، المفروض نشوف الدايمنشن المتشابهة وفكرة العمل. فكرة العمل المفروض ان البيستن موجود فوق والكونكتنج رود موجود تحت. نراجع كده عندنا الخطوات. طيب الكونكتنج رود هتلاقي ان هو راسم لك ان هو القطعة دي مش مديك مسقط تاني ليها، معتمد ان هو مديك الكروس سيكشن بتاعها زي ما هو ظاهر عندك هنا اهو، فانت المفروض تبدأ تفهم تستنتج بقيته ازاي، لان هو ده يعني هو مديك الطول ومديك الابعاد كلها وقايل لك ان المنظر التاني الكروس سيكشن بتاعه كده. طيب نيجي نبص برضو على الشكل 3D بتاع الكونكتنج رود. ده الكونكتنج رود، نبص عليه كده لوحده، ده منظر الكونكتنج رود. ده طبعا كل الفكرة بتاعته انه بينقل الحركة اللي موجودة في البيستن من هنا لحد تحت. طيب ده منظر الكونكتنج رود بتاعي، لو ركزت هتلاقي فيه هنا ثقب بالطول قطره 5 مللي من الاول للاخر، وده هدف وعمليه التزييت. لو بصيت برضو في البي دي اف هتلاقي الخمسة مللي او هنا التلاتة مللي اللي بيتكلم عليها، يقول لك انه من اول المسافه دي لحد قيمه الكيرفيتشر الموجود هناك. طيب الكونكتنج رود ده اخره عشان يتثبت بحاجه اسمها كرانك شافت. هيتثبت ازاي؟ يبقى عندنا الجزء الثاني من الستيل كاب اللي هو القطعه رقم 6. لو ركزت في الدايمنشن بتاعتها هتلاقيها ان الاقطار بتاعتها هي نفس الاقطار بتاعه الكونكتنج رود، اللي هي احنا بنسميها الطرف الاخراني بتاع الكونكتنج رود بتاعي. طيب برضو هنبص عليها عشان تبقى فاهم، هو هنا مديك منها كام مسقط؟ مديك منها مسقطين واخد هاف سيكشن في قطاع منهم، يعني هنا كده واخد هاف سيكشن، مديك حته بس صغيره قاطعها عشان يفهمك المقطع ده معمول ازاي. طيب نيجي نبص برضو للرسم عندنا هنا اهو، هتلاقي ده الجزء الثاني هو اللي انا بتكلم عليه، اللي هو سماه هنا في البي دي اف ستيل كاب نمبر اوف 1، يعني قطعه واحده موجوده منه اللي هي دي الستيل كاب بتاعتي اهي. لو بصينا عليها لوحديها زي ما انا قلت هي نفس فكره العمل بالظبط، مفيش اي اختلاف ما بين الرسم عندك اللي موجوده في البي دي اف والرسم اللي انا بشرحها على 3 دي، اختلافات بسيطه في التصميم والابعاد مش تفرق معاك، اهم حاجه تفهم فكره التجميع. ده الشكل بتاعي اهو، هو واخد لك هاف سيكشن، يعني انت لو بصيت هو الرسم عادلها لك كده اهو وراسم لك منها الايه الهاف سيكشن الهاف سيكشن. طب انا هوريك هنا الكومبليت سيكشن بالكامل عشان ايه، اهو ده كده كومبليت سيكشن، يبقى ده مكان المسامير اللي هتثبت وده التجويف اللي موجود عندي. مديك منها مسقطين زي ما انا قلت عشان تقدر تستنتج المسقط التالت بتاعها بكل سهولة، وادي المسقط التاني اللي انا متعامد عليه بالشكل ده اللي هو برضو ظاهر عندك في البي دي اف اللي هو عرضه مديهولك 48 اهو، اللي هي القيمة دي. يبقى بالنسبة للقطعة رقم 6 انت كده تخيلت شكل المجسم بتاعها. هيتبقى عندك شوية بشاط، يعني انت عندك بش موجودة قطعة رقم 4 وقطعة رقم 3، دولت فايدتهم ايه؟ لو جيت بصيت هتلاقي ان المكان بتاع دي هو قال لك ان الفراغ ده 70، طول البش دي كلها 70، طيب قطرها كله الخارجي 30 والداخلي 22. طب 30 لو بصيت هنا هتلاقي الحته دي قطرها 35، لا يبقى كده في حاجه تانية هتركب هنا الاول. ايه اللي هيركب هنا الاول؟ البش رقم 3 اللي هي قطرها الخارجي 35، فالبش دي بالمنظر ده هتيجي هنا اهو، القطر الداخلي بتاعها هيركب فيه البش اللي هي رقم 4. طب ليه انا عملت الحركه دي؟ لان انا عشان اقلل الفريكشن اللي موجود هنا، ان في ريلاتيف موشن موجود هنا اثناء التشغيل، فبدل ما يتاكل الكونكتنج رود تقدر ان انت تغير البش دي مع مرور الوقت
وما حصلش تآكل في الجزء اللي هو تكلفته تصنيعية غالية شوية نسبيا يعني. طيب نبص على التجميع تاني هنا. طيب هو برضو في حاجة يعني، انت برضو عشان تفهم فكرة العمل بتاعتك انت المفروض ايه التقسيم عندي ماشية ازاي. طبعا دي المفروض متثبتة هنا اهو كده، نعملها تاني. المفروض مع حركة البيستن الأفقية الحركة الترددية دي بتحصل، يعني كل ما انت البيستن بيطلع وينزل الحركة دي بتحصل، فبالتالي لما بتحصل الحركة دي بيحصل عندك الدوران في الموتور بتاعك وبتبدأ عملية الحركة تشتغل عندك في الموتور. طيب المنظومة دي بقى حصلت ازاي؟ تعالى كده نمسك كل جزء ونشوف تركيبه حصل ازاي. طبعا انت المطلوب بالنسبة لك ان انت هترسم سيكشن اليفيشن وسيكشن بلين، فالمفروض ان انت تفهم الاورينتيشن بتاع الترتيب اللي احنا اتكلمنا فيه في المحاضرات الاولى، وقلنا ان انت ما ينفعش دلوقتي مثلا اد الكونكتنج رود. لو انا هخفي البيستم عندي واشوف التركيبه دي حصلت ازاي بتاعه الكونكتنج رود، اخفي البيستم كده وتبص عندك. اه طبعا بالنسبه للاويل سيل دولت والسناب رينج بتاعت الاويل شامبر اللي هي موجوده هنا، دي المفروض ان هدفها ان تمنع الزيت من ان هو يخش اوضه الاحتراق والعكس، فانت ممكن برضو دولت تعمل لهم هيدن، ان دي تفاصيل زياده ما كانتش موجوده عندك في الرسمه، ان احنا بسطناها بحيث ان انت تعرف ترسم الاساسيات اللي موجوده يعني. التركيبة حصلت كده بالظبط، الكونكتنج رود دخلت البش اللي هي المفروض رقم 3 سبتت هنا، بعد كده البش اللي هي رقم 4، وكل دولت القطر الخارجي بتاعهم هو القطر الخارجي بتاع البيستن. طب لو انا هعيد التركيب يعني الفكرة مشيت ازاي، ان هو ده اللي حصل، ان البيستن حطينا فيه الاول الكونكتنج رود دخل، بعد كده ثبتنا اللي هي البش الكونكتنج رود دخل بالبش اللي هي رقم 3، بعد كده ركب عندنا البش رقم 4. الاورينتيشن اللي اتعمل ده المفروض ان انت بتعمله في 3 دي، او بمعنى اصح وانت شغال بتجمع فعلا في الورشه بتاعتك، لكن انت وانت هنا بترسم مش شرط ان انت تمشي على نفس الاورينتيشن، يعني انت عادي ممكن ترسم الجلبه بتاعتك بترتيبهم زي ما موجودين. وزي ما قلنا قبل كده ان القطاعات المفروض ان هي بتسهل لك مش بتصعب لك، يعني انت كل ما بتاخد قطاع كل ما بيبقى افضل للرسمة بتاعتك. انت تتخيل لو كانت كل التفاصيل دي المفروض تترسم، تتخيل المنظر كان هيبقى عامل ازاي، كمية من الداش وكمية من التفاصيل كتيرة جدا. طيب نيجي نبص على المنظر القطاع اللي هيبقى موجود عندك من غير التفاصيل. طب تعالوا نظهر الأول البيستم. نعدل دي كده ونخليها في مكانها المظبوط. طيب ده كده المفروض ان ده الكومبليت اليفيشن، ممكن انت تعتبر ده الاليفيشن وممكن تعتبر العكس بتاع البلان عادي، بس انت امشي على الاورينتيشن ده افضل، ان ده هنعتبره الاليفيشن، ولما نيجي نبص من الناحيه دي هنعتبر ده الايه اللي هو المسقط التاني الموجود من هنا، هنعتبر ده البلان، ده المنظر التاني العكس بتاعي. طبعا انت مطلوب منك قطاعات مش مطلوب منك ان انت ترسم كامل، لو انت هترسم مساقط كامله المفروض دي الخطوط السوليد اللي هتبقى ظاهره عندك، ودي الخطوط الداش اللي هتبقى باينة. متخيل طبعا كمية التجويف وكمية التفاصيل، ده انا بتكلم كده هنا في مسقط واحد بس، لكن انا لو بصيت للمسقط التاني لو بكل تفاصيله برضو ما طلبتش منك قطاع، طلبتك ان انت ترسمه كامل، هيبقى هو ده المنظر بتاعك. طيب هنلغي موضوع الخطوط الداش وهتتعامل على فكرة ان انت هترسم قطاع. نبص للقطاع اللي هو موجود عندك في الاليفيشن، هيبقى هو ده المنظر بتاعه. هنزود القطاع تاني عشان نمر بمحور المسمار. طبعا احنا متفقين اللي هي الاجزاء اللي بتبقى
نرجع السوليد. الفراغ ثابت طبعا، احنا ما بنهشرش في الفراغ عندي خالص، لكن بالنسبة للمعادن المختلفة بنمشي خطوط تهشير عكس بعض. يعني بالنسبة للبيستم هنهشره في اتجاه واحد، الكونكتنج رود دي هتختلف من تهشير لتهشير. يعني انت اللي عندك دلوقتي جوه البش دي ليها تهشير، والبش بتاعت البش دي والبش دي ليها تهشيرين مختلفتين، لان دولت مادتين مختلفتين حتى لو كانوا مصنوعين من نفس الخامة، لكن هما مش نفس الجسم. بالتالي كونكتنج رود هيبقى ليه تهشير مختلف لحد الاخر. طبعا احنا بنستثني المسامير والصواميل. هتلاقي عندك الحتة بتاعت البراس باش اللي هي القطعة رقم 5 اللي هي موجودة عندي هنا اهو، ده دي الجزء بتاعها اللي هي المفروض دي برضو بغيرها في حالات الاحتكاك. يعني كل ما بتتاكل هي دي بتتغير، لان صناعة الكونكتنج رود والبيستم من الصناعات الغالية مش الرخيصة، فما ينفعش دايما اعمل حسابي ان هي اللي هتتغير. لا، المفروض تتغير البشات والووشرز والسناب رينجز والحاجات دي. ادي الشكل اهو تاني، يبقى ده القطاع المفروض اللي هيبقى موجود عندك بعد التجميع بالنسبة للإيفيشن. طيب هنبص المسقط التاني للبلان. وتعالى ناخد برضو قطاع فيه، القطاع العكسي. ده المنظر بتاعك. طبعا ده جسم وده جسم وده جسم وهكذا، كونكتنج رود ده نفس الكلام. المنظومة اللي موجودة هنا برضو نفس القصة، لأن كونكتنج رود ليك مالة موجودة هنا ليه تهشير، بعد كده البش الكبيرة والبش الصغيرة اللي هي طويلة والتانية قصيرة. طيب الفكرة بقى إن أنت تقدر تحافظ على أبعادك وتقسم أبعادك صح. يعني هتيجي مثلا تشوف في حالة التجميع البيستم، طبعا انت لو خدت بالك هتلاقي ان الحاجات داخلة في بعضيها، يعني انت ما عندكش اطوال تقدر تجمعها. يعني لو البيستم عندك في الرسمة المفروض ان هو 55 55 100 110 اللي هو القيمة دي 110 في قطر 85، ما اظنش ان انت عندك حاجة اكتر من 85. لا، في 85 عندي في الكونكتنج رود في المسقط التاني، هتلاقي ان في بعد هنا اعرض موجود عندك تاخد بالك منه في الرسمة بتاعتك. يبقى كده عرض الاليفيشن كله ممكن يزيد يوصل لحد 70 و10 و10 يبقى 90. يبقى 90 الشكل اللي موجود عندك العرض ده كله. وبرده راجع ابعادك وبص كده وشوف اقصى عرض واقصى طول عندي في الاليفيشن والبلان بعد التجميع، بعد ما تجمع كل الحاجات دي مع بعض. يبقى انت كده المفروض وضح لك الشكل ال 3 دي بالنسبه للبيستم والكونكتنج رود. وزي ما قلت ده اساس حركه مواتير الاي سي اي اللي هي الانترنال كومباشن انجن. هتلاقي فيديوهات كتير على اليوتيوب بتتكلم على الانترنال كومباشن انجن، حاول تعرف فكره العمل شغاله ازاي عشان تفهم الرسمه دي ايه الهدف منها. طبعا زي ما انا قلت مطلوب منك ان انت تعمل كومبليت اسف في سيكشن اليفيشن وسيكشن بلان. بالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم.